رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول. منورنا. نورك يا شيما، انا ببارك لك طبعا على البرنامج، معلش انا اسف انها متاخره شويه. انت جيت متاخر فعلا. انا ببارك لك، وطبعا انا ببقى مبسوط معاكي انت، قبل ما تكوني مذيعه شاطره فانت صديقه عزيزه، يعني انا بتشرف دايما ان انا اكون معاكي. الف مبروك، وطبعا يعني حاجه كويسه جدا ان انت طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. بشكرك جدا يا امير. وعايزين طبعا نبتدي النهارده حلقتنا بالكلام عن المشكله، او بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، ان هي كارثه او احزان، او يعني الحاله النفسيه او المعنويه الصعبه اللي بيعيشوها دلوقتي جماهير النادي الاهلي بعد خسارتنا للقب دوري ابطال افريقيا في النهائي في رودس. شايف في المباراه دي كانت ازاي؟ يعني منطقي جدا ان جمهور النادي الاهلي يبقى متضايق، حتى لو الفريق وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا اللي هي البطوله الاكبر في افريقيا، لكن طبعا جماهير النادي الاهلي متعوده دايما على التتويج، متعوده دايما ان الفريق ما يخسرش مباراتين نهائيتين ورا بعض. يمكن ده اللي زاد صعوبه تقبل الموضوع ان النادي الاهلي كان كسبان في الذهاب 3-1، قليل جدا لما نشوف النادي يمكن الاهلي. يمكن عكس الموسم اللي فات كانت املنا بالتتويج برضه، يعني يمكن 50-50، لكن الموسم ده كان عندنا امل كبير جدا بالزبط. ان احنا نرجع بالكاس. والحقيقه كمان ان بطوله السنه اللي فاتت كانت صعبه، اصعب من البطوله. صحيح. علشان نكون حقانيين في التقييم، فبطوله السنه دي فعليا ساعد الاهلي بشكل كبير، رغم ان قائمته مش احسن قائمه، قائمه السنه اللي فاتت كانت افضل بكتير، كانت اقوى بكتير، كان الفريق مستقر فنيا بشكل كبير. لكن السنه دي رغم ان قائمه الفريق اقل، لكن طريق الاهلي للنهائي كان اسهل. يعني الاهلي برضو ما قابلش فرق كبيره لحد ما وصل للنهائي، كان الفريق محظوظ بان فرق زي الترجي وزي صن داونز خرجت، زي الوداد وزي صن داونز خرجت مبكرا. حتى الترجي اللي هو فاز بالبطوله مش في احسن حالاته. صحيح. شفنا النادي الاهلي بيقدر ان هو يهزمه في تونس في مرحله المجموعات. صحيح. فالنادي الاهلي الحقيقه كانت امال الجمهور كلها خلاص ان البطوله دي بتاعتنا، خصوصا ان زي ما قلت لك ان الجمهور مش متعود ان هو يخسر بطولتين ورا بعض، دي تقيله قوي. السنه اللي فاتت كمان كان الاهلي متعادل 1-1 في برج العرب اللي هي مباراه الذهاب، فطبعا كنا رايحين الماتش الثاني بتاع الوداد، الناس برضو مش عندها ثقه كبيره في ان الاهلي يقدر يحقق عوده في ماتش صعب. عكس اللي احنا فيه ده، كان المباراه منتهيه 3-1، فالموضوع كان بالنسبه لنا المفروض، او احنا كنا حاسين ان هو هيكون اسهل. ده بقى الجزء الثاني من زعل الجمهور، ان الجمهور شاف الفريق بيكسب 3-1 هنا في مصر، فخلاص انت النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي ما يخسرش تقدم زي ده، ما يخسرش فارق هدفين، خصوصا في ملعب زي رادس. الجمهور شاف ان الاهلي بيتوج فيه قبل كده، شاف الاهلي فاز فيه السنه دي. كانت النغمه السعيده ما بين جماهير النادي الاهلي لرادس، ده ملعبنا، كعبنا عالي في رادس، احنا الموضوع بالنسبه لنا سهل، احنا رايحين خلاص هنجيب البطوله ونرجع. لا ده انا كنت شايف ان هو بصراحه كلام اوفر شويه. بالعكس، انا يعني بشوف دايما ان الموضوع بيعتمد على شخصيه الفريق. صحيح. مش فكره ان انت الملعب سهل عليك، لان الاجيال بتختلف. صحيح. سبيشلي لو اتكلمنا عن 2013، ويعني الجيل غير الجيل، الفرقه غير الفرقه تماما، يعني مظبوط. يعني احنا بنتكلم مش من باقي منها غير اثنين مثلا او حاجه. بالظبط احنا بنتكلم في حسام عاشور، بنتكلم في احمد فتحي، بنتكلم في شريف اكرامي، اسماء قليله هي اللي شاركت في التتويج في 2012. صحيح. لكن هو ده بقى الاختلاف، هو ده اللي كانت الناس مفروض، او الجمهور كان مفروض ان هو فاهمه كويس جدا، ان الاجيال بتختلف، شخصيه الفريق نفسها اختلفت عن شخصيه الفريق اللي توج في 2012. صحيح. صحيح ان وقتها الاهلي كان برضو متعادل في مباراه الذهاب، وبعد كده قدر ان هو يحسم الفوز في رادس، لكن اللي زود يعني زعل الجمهور ان انت كسبان على ملعبك 3-1. صحيح. مفروض ان حتى لو شخصيه الفريق مش هي نفس شخصيه الفريق، انت تقدر على الاقل تحافظ على التقدم ده، تحافظ عليه فنيا، يعني حتى لو شخصيه اللاعبين مختلفه، قائمه الفريق نفسها اقل من قائمه 2012، لكن على الاقل فنيا تدخلات المدير الفني تحافظ على التقدم الهدفين دول، لان حتى يعني لما نتكلم في ان الترجي محتاج يكسب 2-0 مش 1-0، 1-0 على الاهلي دي برضه صعبه. مش حاجه سهله ان فريق يكسب الاهلي 1-0. او احنا كنا متوقعين كده يعني، بس على فكره ده الطبيعي. يمكن اكتر حاجه تعبت الجمهور ان هو كان باني امال كبيره قوي، وده دايما فاهم لما تحس ان انت
يعني احساسك خذلك او يعني هو ده الطبيعي ان هو يعني كان لازم يمشوا في مسيره فعلا ونشوف دموعهم في مسيره ماشيه في الشوارع جماهير النادي الاهلي. يعني انا مقدره فعلا احساسهم بصراحه واحساس يعني احساسهم بالزعل واللي حصل لهم ده، بس اكيد اكيد ما ينفعش نقف عند النقطه دي، لسه عندنا حاجات كتير قوي، لسه عندنا بطولات داخلين فيها، لسه عندنا محتاجين دعم الجمهور للفريق بنسبه كبيره جدا. يمكن هو الجمهور ده دايما بنقول عليه ان هو السند الاول واللاعب رقم واحد والسبب الاول والاخير في فوز وتحقيق البطولات. وبعدين حتى لو حصل وفعلا شفنا ايام مش حلوه مع النادي الاهلي وقف تشجيعنا للنادي الاهلي، فاكيد النادي الاهلي ده كان سبب فرحتنا لسنين كتير قوي فاتت. خلينا نكون متفقين ان انا متاكد ان جمهور الاهلي عمره ما هيتاخر عن دعم فريقه، دايما الجمهور الاهلي ورا فريقه، ما اظنش ان في حد من الجمهور دلوقتي عايز يهد الفريق او عايز ان هو ينال من الفريق في فتره الخساره. انا بشوف بالعكس في كتير جماهير جدا بتفهم اكتر بكتير من حتى كمان نقاط صحفيين او حتى مسؤولين في الاداره. جمهور الاهلي فعلا هو بيدور على مصلحه الفريق وبس، مش بيدور على مصالح شخصيه. في بعض الاحيان بيكون في انفعالات زايده بسبب الغضب، وده بيحصل لكل انواع البشر يعني في اي حته بالزبط. ما بين حتى الاصحاب، ما بين العائلات، كل يعني في وقت الغضب يمكن الواحد بيكون منفعل بزياده، بس على طول بيرجع وبيهدى وبيعرف الصح من الغلط وبيعرف المفروض يعمل ايه، خصوصا لو شاف خطوات فعلا بتقول ان المستقبل مش هيبقى فيه نفس الاخطاء اللي بتحصل دلوقتي. صحيح. خلينا نعترف ان في اخطاء بتحصل دلوقتي، اخطاء يجب على اداره النادي الاهلي ان هي تتلافاها وان هي تتجاوزها علشان مستقبل الفريق يتحسن، سواء في المنافسه في الدوري السنه دي، في الكاس، في البطوله العربيه، او حتى في دوري ابطال افريقيا اللي خلاص هيبتدي الشهر الجاي. صحيح. لان النسخه دي انت عارفه النسخه يعني هتبتدي انتقاليه، فهتبتدي عادي ديسمبر علشان بالظبط علشان تنتهي مع نهايه الدوريات في الصيف. فمفيش فرصه ان قائمه الفريق تتغير بشكل كامل، الاهلي هيضطر يبعت قائمه فيها 23 لاعب وبعد كده يبتدي يضيف عليها بعد انتقالات يناير. فالموضوع مضغوط. صحيح. مش هيبقى في تغيير في شكل كبير، هيبقى التغيير على الأد، فلازم التدعيمات دي تكون فعلا مفيده للفريق، لازم يكون المدير الفني حاطط ايده كويس جدا على المراكز المحتاجه دعم، ولازم يكون عارف القصور اللي قابل الفريق في التتويج كان سببه ايه. صحيح. وقتها هيقدر فعلا ان هو يختار قائمته بشكل كويس، هيقدر ان هو يدعم فرقته بشكل كويس بمساعده طبعا الاداره، لان احنا عارفين ان دايما في الاهلي طلبات المدير الفني مجابه، علشان لما بعد كده يحصل حساب ليه بيبقى الحساب على قد يعني خلاص انا اديت لك، فطبيعي ان انا مستني منك نتائج. انما ما ينفعش تماما ان احنا نبرر بقى لمدير فني او نقول اصل هو ما تجابلوش اللي هو عايزه، اصل هو جه اشتغل على قائمه مش من اختياره، لا مش ده الطبيعي يحصل، لا انت وفر للمدير الفني، وفر للجهاز الفني كل احتياجاته، لو عايز يغير افراد في الجهاز الفني استمع ليه واستمع لرغباته، عايز يضيف صفقات جديده استمع ليه واستمع لرغباته، وبعد ما تلبي له كل الطلبات دي تقدر وقتها تحاسبه فنيا، تقدر تقول له ان انت ادائك الفني ما كانش كويس، تقدر تقول له ليه انت خسرت الماتش ده. انما حاليا دلوقتي انا اللي انا بشوفه بصراحه مبررات، والمبررات دي اكيد غير مرضيه لجمهور النادي الاهلي. طب لو رجعنا للمباراه دي، مباراه الاهلي والترجي التونسي في رادس يوم الجمعه اللي فاتت، للاسف انتهت بخساره النادي الاهلي بثلاث اهداف لا شيء، وطبعا تم اقصائه من البطوله او توج بلقب الوصيف في بطوله دوري ابطال افريقيا. اسباب الهزيمه او اسباب الاداء اللي شفنا بيه لعيبه النادي الاهلي، هل شايف ان كان في لعيبه مقصره ولا المدير الفني باتريس كارتيرون ما قدرش ان هو يقرا اللقاء بشكل صحيح؟ احنا علشان نقول ان فريق خسر بره ملعبه 3-0 بعد ما كان كسبان في زاد 3-1، اكيد اللوم الاول هيتوجه للمدير الفني. ان انت ما عرفتش تحافظ على التقدم بتاعك، انت نفس الفرقه دي كسبتها على ملعبك 3-1، فبالتالي هي ما حصلش يعني الطفره الكبيره اللي تخليها تكسبك 3-0 بعدها باسبوع. في نفس الوقت احنا ما شفناش النادي الاهلي اصلا قدم اي حاجه في الملعب، علشان نكون متفقين مش منطقي تماما ان النادي الاهلي بشخصيته الكبيره، النادي الاهلي بخوف كل منافسيه منه، بالرهبه اللي بيدخلها لاعبيه في نفوس المنافسين في الملعب، ان هو يبقى اول تسديده ليه في الدقيقه 91، مش منطقي تماما. انت صحيح. يعني ما فيش اي ملامح هجوميه للاهلي في المباراه، يعني حاجه غريبه. حاجه غريبه جدا. الترجي مش افضل فريق، يعني مش اقوى فريق. الاهلي فاز على الترجي وهو اقوى من يعني انا بشوف. خليني اسالك في المباراه هنا، في مباراه الذهاب هنا في برج العرب، شفت مين فنيا اعلى؟ الاهلي طبعا، لان الاهلي فده كان غير منطقي. الاهلي حتى في مرحله المجموعات يا شيما اتعادل مع الترجي هنا، وبعد اقاله الكابتن حسام البدري وتولي باتريس كارتيرون المسؤوليه كسب الترجي في رادس. صحيح. نفس الفريق،
الترجي اقل مدربه قبل ماتشات السيمي فاينل، يعني الترجي بيمر بظروف سيئه جدا. احنا شفنا الترجي في مباراه بريميرو دو اغوستو في السيمي فاينل مش فريق قوي، بالعكس ده كان ممكن يكون بريميرو دو اغوستو استحق التاهل بالظبط. فالترجي ما كانش تماما المنافس المرعب. يعني بشوف الترجي السنه اللي فاتت مثلا كان اقوى بكتير، والسنه اللي فاتت الاهلي بعد ما تعادل 2-2 في برج العرب راح كسب في رادس 2-1. نسخه الترجي فعلا بتاعت السنه اللي فاتت كان كمان بيقودها فنيا مدرب كبير جدا في افريقيا هو فوزي البنزرتي. صحيح. لكن السنه دي احنا بنتكلم ان الترجي مش في احسن حالاته، فمش طبيعي تماما حتى لو الاهلي فنيا اقل قيمته اقل ان ده يحصل. الاهلي ما يخسرش اكيد 3-0 بعد ما كان كسبان 3، ده نتهيألي يعني مش حاجه يعني ما تجيش في حسبان حد. صحيح ابدا حاجه أبداً. حاجه مش منطقيه. عايز اقول لك على حاجه لغايه اخر دقيقه ولا اكيد في حاجه هتحصل، الماتش مش هيخلص كده، فاهم؟ اللي هو ابتديت افكر انا بكره هعمل ايه، انا بكره هطلع اقول ايه. طب يا جماعه هو الاحساس اللي وصل لك ده والاحساس اللي وصل للجمهور ده جاي من شخصيه النادي الاهلي. انا شخصيه النادي الاهلي لا تتقبل ان صحيح. اول تسديده في المباراه تبقى في الدقيقه 91. ده معناها في اخطاء فنيه في المباراه، في لاعبين فعليا ما كانوش شايلين رجليهم في الملعب، يعني ما قدموش اي حاجه تذكر. هل الضغوطات النفسيه اللي اتحطت على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي قبل اللقاء كان ليها عامل مؤثر سلبا على الفريق؟ ما اظنش، لان احنا بنتكلم عن ولا حتى قرارات الكاف واتهامات الكاف اللي اتوجهت لباتريس كارتيرون يمكن قبل يوم واحد بس من اللقاء ان هو متواطئ مع وليد ازارو في طبعا الواقعه بتاعت قطع التيشيرت هنا على برج العرب. والله انا لو هلوم هنا هلوم اداره الاهلي ان 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 لو هنتكلم ان ده سبب ضغوط نفسيه على اللاعبين او على الجهاز الفني، فاداره الاهلي ما اتحركتش لما الكاف اصدر بيانه ده. بعيدا عن عقوبه ازارو، انا بصراحه شايف ان عقوبه ازارو هي مستحقه. هو قام بفعل يعني في غياب للروح الرياضيه وخد عقابه، سواء بقى العقاب ده كان سببه بضغط تونسي، وانا مش شايف ان هو بسبب ضغط تونسي لا خالص، هو في كل الاحوال. طب انت شفت واقعه مماثله، شفت اتحاد او يعني منظومه بتوقف لاعب عشان قطع تيشيرت ليه؟ بصي انا هقول لك على حاجه، انا رايي الشخصي ان الكاف هو مثلا، فلنفترض ان ده كان عشان يتحايل على الحكم عشان ياخد ضربه جزاء. طب نيمار في كاس العالم اللي كان كل ما حد يجي جنبه يقع، طب مش ده كان بيتحايل برضه على الحكام عشان ياخد ضربه جزاء؟ انا هقول لك، بصي مشكلتنا هنا مشكله الاتحاد الافريقي في الواقعه دي ان هو ما اصدرش حيثيات وملابسات اتخاذ القرار. صحيح. يعني لما بنتكلم مثلا الاتحاد الانجليزي في ماتشاته في الدوري الانجليزي بيعاقب اللاعب اللي بيتحايل للحصول على ركله جزاء حتى لو ما حصلش عليها، يعني لو لاعب مثل عشان ياخد ضربه جزاء وما خدهاش بيتعاقب. فده ليه؟ لان لائحه العقوبات في الدوري الانجليزي محدده ده، فلما بيطلع القرار ما بنشوفش اي اعتراضات، ما بنشوفش نادي بيقول ان اللعيب بتاعه مظلوم او. هنا في الكاف احنا ممكن انا وانت بنتفرج على الماتش فشايفين ان فعل ازارو ده لا ما يصحش ازارو ان انت تعمل كده، او مش منطقي ان لاعب يتحايل على الحكم ودي حاجه الناس بترفضها مثلا يعني. لكن الكاف نفسه لما جه اصدر العقوبه، هل انا دلوقتي كمشجع او كصحفي او كاعلامي ايا مكان، انا عايز اعرف ايه لائحه العقوبات في الكاف اللي بتقول ان التحايل او التصرف، خصوصا كمان ان هو فعلا اخذ ضربه جزاء وده ما كانش بناء على قطع التيشيرت، ده كان بعد الرجوع للفار. لا بعد الرجوع للفار فعليا، بس بعيدا حتى كمان يا شيما عن الحصول عن ركله جزاء، احنا بنتكلم دلوقتي ان الكاف خلاص عاقب، يعني احنا بنتكلم خلاص القرار صدر، انا محتاج اعرف ليه. بس برضو احنا محتاجين نعرف ليه، وبرضو مش الموضوع ما ينفعش يعدي كده مرور الكرام عشان ده ما نتعرضلوش مره ثانيه، ما يتعرضلوش مره ثانيه. بالعكس انا شايف ان هو بقى خلاص احنا دلوقتي لو دي الواقعه الاولى اللي الكاف ياخد فيها القرار بالشكل ده، يبقى انا مستني ان كل الواقعات الجايه سواء حصلت مع الاهلي او حصلت مع اي انديه اخرى هيحصل نفس القرار. بس انا دلوقتي انا سؤالي لما الكاف اعلن عن القرار فين حيثيات القرار نفسه؟ يعني فين ان اللائحه رقم بتاعت العقوبات بتاعت الكاف البند رقم كذا بيقول ان في حاله قيام اللاعب بتصرف غير رياضي بيتم عقوبته مبارتين وغرامه، يعني فين البند ده؟ صحيح. انا كنت محتاج اعرفه. هل حسيت ان الكاف بينحاز للفريق التونسي؟ لا انا ما شفتش كده، انا زي ما قلت لك انا بس كنت مستني من اداره النادي الاهلي بيان الكاف الاخير، انا بصراحه ما كنتش راضي عنه. شريف اكرامي اتوقف ماتش عشان قال اتكلم مع الناس بتوع الاسعافات الاوليه اللي جوه الملعب بطريقه غير لائقه. ده يعني انا شايفه لا الكاف متجني على النادي الاهلي في كذا حاجه. ما هو لو ده حصل فالطبيعي او المنطقي ان كان اداره الاهلي تتخذ على طول قرارات من شانها الحفاظ على حقوق النادي الاهلي. صحيح. سواء بقى باصدار بيانات
بتدين الكاف او تدين تصرفات الكاف او تدين بيانات الكاف. يمكن موضوع شريف اكرامي ما كانش مؤثر بشكل كبير لان هو اصلا ما كانش يعني هيلعب في المباراه اللي بعديها، فيمكن ما تاثرناش قوي بغياب شريف اكرامي بسبب طبعا العقوبه اللي اتفرضت عليه الغريبه جدا طبعا، اللي هو توقف ماتشين عشان ايه ما تكلمش كويس مع الاسعافات الاوليه او مع من يقوم بالاسعافات الاوليه في المباراه. دي حقوق نادي ملهاش علاقه هل اللاعب ده هيشارك ولا مش هيشارك. يعني لو اداره النادي الاهلي او مسؤولي النادي الاهلي شايفين ان شريف اكرامي لا يستحق العقاب، او شريف اكرامي نفسه اتكلم مع مسؤولي النادي الاهلي وقال لهم ان هو شايف ان هو لا يستحق العقاب، فمن هنا كانت اداره الاهلي يجب ان تتخذ قرارات تدافع عن حقوق اللاعب، سواء بقى اللاعب ده احتياطي او اللاعب ده اساسي. نفس الحال برضو بالنسبه لازارو، بيان الكاف بعيدا عن العقوبه، خلاص العقوبه تقبلناها خلاص، واداره الاهلي كانت شايفه ان ازارو قام بفعل غير لائق، فبيان الكاف كان لازم الرد عليه ما دام البيان ممكن يصيب اللاعبين بحاله احباط. صحيح. طيب خلينا بقى نروح ل يعني اتكلمنا في الاسباب، خلينا بقى نروح للعلاج. يعني احنا سمعنا ان يوم الخميس اللي جاي هيكون في جلسه مهمه جدا واجتماعات مهمه جدا مع اداره النادي الاهلي مع الجهاز الفني والاداري والطبي كمان. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طلب تقارير مفصله عن كل لاعب من الجهاز الاداري والفني والطبي عشان عايز يعرف ايه المشاكل اللي موجوده في الفريق، وكمان وعد ان هيكون في اعاده هيكله لمنظومه كره القدم والفريق الاول بالاخص في النادي الاهلي، وده طبعا هنشوفه ان شاء الله بعد قرارات اجتماع مجلس الاداره يوم الخميس اللي جاي. من وجهه نظرك انت يا امير، احنا محتاجين ايه؟ النادي الاهلي لو هتكتب له روشته دلوقتي، احنا طالعين من وعكه صحيه وهتكتب لنا روشته، تقول النادي الاهلي المفروض يحصل فيه ايه وايه؟ تمام. انا شايف ان اول حاجه طبعا لازم جلسه الكابتن محمود الخطيب مع باتريس كارتروني المدير الفني. اكيد رئيس النادي الاهلي عايز يعرف ايه اللي حصل بالظبط في المباراه وايه اسباب الخساره. دي حاجه غير مقبوله، غير مقبوله للنادي الاهلي وغير مقبوله طبعا لجمهور النادي الاهلي. صحيح. فالطبيعي ان كابتن محمود الخطيب ان هو يطلب تقرير من باتريس كارتروني، دي خطوه مهمه جدا. وبناء على مطالب كارتيرون تبدا اداره النادي الاهلي انها تتحرك. لو انا رايي الشخصي انا شايف ايه دلوقتي من قبل ما باتريس كارتيرون يطلب، انا شايف ان في قصور في حته تدريب الاحمال في النادي الاهلي. صحيح. احنا شايفين اصابات عضليه كتيره جدا بتحصل للاعبين هامين جدا في الفريق وبيغيبوا عن مراحل حاسمه. صحيح. للفريق. المشكله كمان في ايه يا شيما؟ ان احنا لسه في بدايه الموسم. يعني احنا بنتكلم ان الاهلي لسه ما لعبش مبارياته في الدوري، وفي مرحله هتشهد 8 مباريات في شهر واحد اللي هو شهر ديسمبر. صحيح. لما احنا بنتكلم ان بمجرد بس المشاركات الافريقيه كم المهول من الاصابات العضليه ده، يبقى اكيد بس برضه خليني اقول لك يا امير ان كنا بنلعب ماتش كل 3 ايام. تمام. بس 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 هو ده منطقي. يعني هو الطبيعي ان الاهلي بحجم مشاركاته الكبيره، لان احنا بنتكلم في بطل مصر. صحيح. بطل مصر ده بيلعب في دوري وفي كاس وفي دوري ابطال افريقيا، سيبك من البطوله العربيه حاليا دلوقتي. صحيح. سيبها على جنب لانها استثناء مش حاجه كنا معتادين ان الاهلي يلعب فيها، بس ده طبيعي ده بيحصل كل سنه. فدلوقتي الطبيعي ان الاهلي لما يتعاقد مع مدرب احمال اجنبي ما يبقاش الكم ده من الاصابات، لان زي ما قلت لك ان في دلوقتي ماتشات في الدوري الضغط كبير الاهلي داخل عليها بكم الاصابات العضليه دي. في مشكلة. أكيد. في مشكلة في الجهاز الطبي في النادي الأهلي. فخلينا نكمل بقى. خلاص نكمل بعد الفاصل. نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية كلامنا مع أمير عبد الحليم. رجعنا سريعا ولسه منورنا ضيفنا النهارده امير عبد الحليم مدير موقع او مدير تحرير موقع في الجول منورنا. وعايزه بقى اسالك تاني او نرجع نتكلم تاني عن الروشته اللي هتكتبها للنادي الاهلي عشان نطلع بقى من الوعكه الصحيه اللي احنا بنمر بيها دلوقتي بعد خسارتنا طبعا للقب التاسع في دوري ابطال افريقيا. اتكلمت عن مدرب الاحمال وقلت اكيد في مشكله بالزبط. بالنسبه لمدرب الاحمال، وده اكيد هيتناقش في مجلس او في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي يوم الخميس القادم اللي هيتم فيه اعاده هيكله قطاع الكوره. ايه تاني؟ بنتكلم كمان عن الجهاز الطبي. الجهاز الطبي دي حاجه مهمه جدا، لان احنا دلوقتي بنشوف ان في مشاكل بتواجه الاهلي بسبب كم الاصابات في الفريق. لو احنا بنقول ان قد يتحمل مدرب الاحمال اسباب المشاكل العضليه اللي بتواجه فريق الاهلي، فالحقيقه ان اللاعب بيبقى مده غيابه مثلا اسبوعين بتمتد لاربع اسابيع. بتبقى مشكله كبيره قوي في ايه يا شيما؟
ان مثلا لو الاهلي مقرر له ان هو هيلعب نهائي دوري ابطال افريقيا بعد اسبوعين، فبيبقى المدير الفني حاطط في حساباته ان اللاعب ده هيبقى متاح ليه بعد اسبوعين وهيشارك في المباراه، فبيفاجئ ان الجهاز الطبي بيقول له لا مش هيلحق. كتير قوي، ويمكن حتى كمان جمهور الاهلي دلوقتي بقى بيتعامل مع الاصابات ان هي اكيد اكيد انتم مخبيين علينا حاجه، يعني لما بيجي لما ده فعلا يعني في دلوقتي جمهور الاهلي ما عندوش ثقه تماما في الجهاز الطبي بسبب الحالات المتكرره. دايما بتضرب اللعيبه الاساسيه، الاعمده الاساسيه او الركائز الاساسيه في الفريق. اكبر مثال على كده احمد حجازي، علي معلول، ناس كتير قوي، لعيبه كتير قوي مهمه جدا في النادي الاهلي. احمد حجازي يا شيما مشي من النادي الاهلي في فتره هو كان بيتصفيها كل شويه بالظبط، بيلعب ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب يعني مع ويست بروميتش موسم ونصف لحد دلوقتي لعب كل الماتشات ما شاء الله. يعني احمد حجازي السنه اللي فاتت كان من اللاعبين القلائل جدا في الدوري الانجليزي اللي شارك في كل المباريات، دي احصائيه يعني مرعبه بالنسبه لاحمد حجازي اللي بيلعب في الاهلي. فمن هنا بيجي مرحله ان جمهور الاهلي غير واثق في الجهاز الطبي وبيحس ان في مشكله. والحقيقه انا حسيت من تصريحات باتريس كارترون واجتماعاته مع الأجهزة الطبية ومع مدرب الأحمال الفترة اللي فاتت إن هو فعلا عنده بعض الملاحظات على أدائهم وابتدى ينقل لهم ده. فمن الواضح أو أنا أعتقد إن باتريس كارترون أكيد هيتكلم مع كابتن محمود الخطيب في جلسته بكرة إن شاء الله عن الجزئين دول. أكيد باتريس كارترون هيقدم للكابتن محمود الخطيب بعض الأسماء اللي هو بيرشحها للانضمام للفريق في يناير. صحيح. طب احنا عايزين برضو نتكلم سريعا عن القائمة الأفريقية اللي هتتبعت يوم الخميس اللي جاي. شايف مين المفروض يكون في لا هو كده ولا كده احنا بنتكلم ان دي حاجه لازم الاهلي يعني يبعتها لانها هيضطر الاهلي ان هو هيشارك طبعا من دور ال 32 لان هو لو كان كسب النهائي كان هيلعب من دور ال 16 يعني مرحله المجموعات، لكن الاهلي دلوقتي مجبر ان هو يبتدي في ديسمبر على طول بالظبط. فغالبا هتبقى تقريبا نفس قوام الفريق، وهيبعت طبعا قائمه فيها 23 لاعب وبعد كده هيبقى يحق له ان هو يزود بالظبط 7 لعيبه بعد كده. الفكره كلها ان الاهلي هيدعم صفوفه ازاي في يناير، وهو ده السؤال المهم بالظبط. فعشان كده بقول لك مراكز محتاجه تدعيم، والتدعيمات دي هتكون لعيبه اجانب مراكز ولا هتكون لعيبه محليين؟ مراكز كتيره قوي يا شيما محتاجه تدعيم. وكمان طب مركز تقولني يعني احنا بنتكلم عن الدفاع، بنتكلم عن الدفاع يعني. الدفاع اكيد مع عدم وضوح لحد دلوقتي موقف كابتن رامي ربيعه من العوده، انا بصراحه مش شايف هل عدم رجوع رامي ربيعه لحد دلوقتي ده بترجع اسبابه لايه؟ ما هي دي بقى برضه مشاكل في الجهاز الطبي بالظبط. مشاكل الجهاز الطبي بتخلينا مش عارف انت اصلا اللاعب مشكلته ايه. يعني رامي اتصاب، مفروض ان هو كان عادل التدريبات من فتره ويتقال ان هو خلاص على بعد اسبوعين من المشاركه، لحد دلوقتي رامي مش واضح موعد عودته بالظبط تحديدا بالظبط. اصل اخر ماتش لعبه فعليا كان في يناير 2017 او 2018، انا اسف يناير 2018 احنا بنتكلم دلوقتي شهر 11 10 شهور 10 شهور فتره غياب كبير، غير ان ربيعه اصلا كان بيتصاب وبيرجع بيتصاب يعني اموره مش واضحه لان صحيح. هو كذا مره بي 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 بياخد فتره علاج ويقولوا ان دي خلاص النهايه. تترشح مين يكون موجود في مركز الدفاع او يتعاقدوا مع في يناير القادم؟ للاسف الاسماء في الدوري المصري حاليا مش قوية كفاية. صحيح. ودي مشكلة كبيرة. كمان انت لما بتروح حاليا تتكلم مع نادي طبيعي جدا انه هيطلب منك ارقام كبيرة جدا لانه عارف ان النادي الاهلي حاليا محتاج وانه مجبر ان هو يشتري وانه مجبر ان هو يعزز صفوفه لان المنافسة في الدوري هتبقى صعبة جدا. صحيح. بالقائمة الحالية. الاسماء في الدوري المصري مش بصراحة يعني ما تسألش الارقام اللي بتطلب فيها بس. صحيح. انت مجبر تشتري للاسف لان انت خلاص خصوصا كمان مع ارتفاع معدل سن المدافعين في الدوري المصري. اكيد احنا بنتكلم ان الاهلي بيتكلم عن رامي صبري مثلا مدافع انبي بقاله حوالي موسم، ورامي يعني طبعا هو مدافع كويس جدا ويعني قدم مستويات كبيره في فترات كتيره، لكن في النهايه هو مدافع كبير في السن مش صغير هيفيدك لفترات طويله. بنتكلم برضو ان حتى كمان انا لحد دلوقتي مش عارف ايه مشكله سعد سمير في انه يكتسب الثقه لان خلاص هو عدى مرحله اللاعب الناشئ. انا بصراحه برضو مش شايف ان سليف كوليبالي اضافه قوي، يعني بنتكلم ان الاهلي المفروض يبقى عنده 4 اجانب سوبر. صحيح. فانا مش شايف ان سليف كوليبالي المركز اللي تضيع عليه لعيب اجنبي، يعني حتى لو هو كويس يعني انا يعني عندي بعض التحفظات عليه يعني بس حتى لو هو كويس فانا ما اعتقدش ان هو الحاجه اللي تخليك تضحي بلعيب اجنبي يعني. صحيح. طيب بص انا كان نفسي
يعني امشي معاك بكل المراكز ونخش على وسط الملعب لغايه ما نوصل لحارس المرمى، بس للاسف ما فيش عندي وقت. بس انا عايز اخد منك تعليقك سريعا على موضوع محمد صلاح والتيشيرت، وقال هيحصل جلسه ما بين ايهاب الهيطه مدير المنتخب مع محمد صلاح عشان يقول له انت ايه اللي لبسك التيشيرت الحلوه دي. طيب بصي انا ممكن اقول لك رايي الشخصي وممكن نتكلم بقى في الراي الرسمي. الراي الرسمي ما فيش اكيد حد في الدنيا بما فيه منتخب مصر يقدر يروح يقول للعيب انت لابس التيشيرت ده ليه، يعني دي حراشه. هو الخبر اصلا مستفز بالظبط. يعني فانا بصراحه مش بلاعها، يعني مش متخيل ان ممكن مدير منتخب مصر او مدير الفني منتخب مصر يقعد مع محمد صلاح عشان يقول له ايه التيشيرت اللي انت لابسها. دي حريه شخصيه. ده الرسمي، ده الرسمي اللي المفروض هيحصل في اي فريق او منتخب في العالم. رايي الشخصي ان محمد صلاح يعني فاتته دي. مش لا يعني دي ممكن تكون مش عارف، يعني دلوقتي احنا بنتكلم ان محمد صلاح قيمه كبيره، فاي صوره هو بينزلها هو فعليا الصوره دي بتتعامل معاها معامله البراند. ان انت بتسوق لمنتج معين. والطبيعي ان محمد صلاح خلاص ادرك اهميته بالنسبه مش هقول الكره المصريه، الكره العالميه. فلما بينزل صورته اكيد بتيشيرته وعارف الناس هتروح جايبه التيشيرت ده وتفصصه وجايبه باتنين وجايبه بكام، وده طبيعي مش في مصر بس، ده في العالم صحيح. كله. فهي رايي الشخصي انا لا، محمد صلاح ما كانش المفروض ينزل الصوره دي. انا بالنسبه لي براحته يعمل اللي عايزه. بشكرك جدا امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول، نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي، واتمنى اكيد ان احنا نتقابل قريب جدا في حلقه جديده من كلام في الميديا. مشاهدينا بشكركم جدا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره الساعه 5 في حلقه جديده. يوم سعيد عليكم.